ليه تعمل نفسك وتسعى نفسك؟ اغلب المترددين على العيادات النفسيه هم ثلاث فئات، النساء والبنات والاطفال. ليه؟ بسبب كثره الضغط المسلط عليه من المجتمع. مركز الكلمة دعم النفس الصحة النفسية تأسس بتاريخ 8/11/2022 كفريق يجمع ما بين المعالجين النفسيين والمتخصصين والمرشدين النفسيين في مجال الصحة النفسية. المدير التنفيذي للمركز دكتور العشور معانا في الصالة طبعا، تحية جارية. نائب رئيس مجلس الإدارة دكتورة نميل أحمد سعيد. أعضاء مجلس القضاء دكتورة أسماء عطية. محمد وايضا بعض الدكاتره الكبار في مجال الصحه النفسيه زي الدكتوره هناء زكريا، وهي كمان عندها ظرف في مجال المرضى. وايضا معانا استاذ دكتور احمد عبد العزيز كادر الطب النفسي واستاذ الطب النفسي جامعه بني سويف. ده طبيب معانا في المركز. المركز بدا كفكره زي ما وضحت، هدفه الدعم النفسي والصحه النفسيه. طيب ليه دعم نفسي والصحه النفسيه؟ اغلب المترددين على العيادات النفسيه هم ثلاث فئات، النساء والبنات والاطفال. ليه؟ بسبب كثرة الضغط المسلط عليه من المجتمع. فرضت الدعم النفسي والتوعية والسبورت والدعم من أدعم العميل والكلاينت. أول حاجة أنا بعملها مع كلاينت مع عميل أو دكاترة الكلام في المنصة أو مؤسسات الكلام اللي بتديله الشرط هو الدعم النفسي والفهم والتفاهم. نسبة كبيرة جدا من المشاكل المترددة في العيادات النفسية عدم التوعية الإرشادية في مجال الصحة النفسية. مركز حالات الضيم إن شاء الله جاري توثيقه ويكون لنا مقر إن شاء الله بهذا الوقت. شكرا لك.